مشكل اخر خطر عليا راسي، كان نسيت الفلوس، يعني ما جبتش فلوس بالزيت. غادي نمشي من امبليل حتى لاسني باش نجري فلوس وغادي نرجع. المهم ما بقاش الوقت بزاف، بنادم تيطلع خاصني نمشي ونرجع. اش كيقول لك اللي بغى العسل والله هي كتقلب العسل ديال الطبيعه وبغيتيها تكون ما يعتقكش بنادم غادي بوهلو في طوموبيل تتسير ليه وعارف كمحن وتتجريه والو ما يعقلش عليك. رجعت شي جي مقريان والطير امشي بيه بانو لي عابل تشيط لعب. Here we go. شو مخيش سبط دابا سبط بيسي عيدا مخيش دابا كين انا سبط كيش واسي كيش واسي بغض اخصد اسمك بلون تر الفراس يا يا قاس الفراش تي نكسوي دوكو دي نتقاصر هذا طريت غير اساسا تقل خلاصنا غير نردي داش كيد ما قاس نكسوي ضربنا 100 متر عييت شام هارس الساعة الوحدة و 52 تقريبا الجوج خرجنا تما مع الحداشر و سخونا هنا مع الجوج. دابا طريق أصعب طريق هي ما بين شام هارس و الرشيش. يا إلا ما عندكش هادو ما غاديش تطلع. تست نجربو هادشي أجي اخر محطة استراحة قبل الرفوج باقي من هنا للرفوج شي ساعة ونص ساعتين حتى
تقريبا. دونك مع حنا استرحنا لو ريتم غادي يطلع. هذا لو ريتم ديال العويطه ولكن الا طحتي شو الله ايه اول رفيز سي رفيز سبعين ألف مانطا ياو راه بنادم تيبان لك طالع سي تلج تعرف تقريبا 70 سنتيمتر لابسوا الشمس بدات كتبان وباقيين في طلعنا من الرفيج قبيله وباقيين في نص الطريق للصومي وباقي عندنا واحد ساعتين ديال الطريق يوهو ايتي الكاو هنا درت واحد الاختصار انتحاري اما غادي يصدق ولا ما غاديش يصدق شو الناس راهو غادي مال هاه وغادي يضرب باش يوصل الفخ انا ضربت هنا نيشان وغنطلع هنا نيشان راه تم فوق جود لك واخيرا واخيرا وصلنا كي جاتك تلعاسي ايوب تستاهل الاداب تمحنتي تستاهل اكسبيريونس زوينه انا عاودوها ان شاء الله فرجة أتوعد ما قدرتش مازال نتمشى بها وباقي لنا أكثر من نص الطريق